شحم سنام بدون زيت، دهن طبيعي ما شاء الله. شوف الكمية اللي طلع من الشحم. بعد ما شلت الشحم نزل البصل واحمص. البصل يتحمر واجد، نزل الفلفل البارد. بعد ما شغل البصل نزل الثوم. الثوم لا تحمسه واجد، من تطلع ريحته نزل عليه الطماط. الطماط شرايح واحمص. هذا القوام، بصل مقلي، لا تحرق البصل، خله مقلي، نزل عليه شوية ماي. وهذا القوام. ونزل الدجاج. وسكر عليه وخله تطبخ على الراحة. الدجاج بس البطن تحمره بس، نزل الماي. درسين ملح ماجي فقط. ما شاء الله هذا اللون. وهذا الدجاج ما شاء الله تبارك الله. لو صار الماء كثير والحبة شو تصير؟ تتمدد. جه دور الدجاج القلي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نبرز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله على الكبس السمرة، الكبس المقلية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بدون دهون مهدرجة، دهون حيواني، دهن سنام ودهن الدجاج. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. حساب تعليم الطبخ أبو حيدر الأحسائي. أنواع وأشكال الكبسات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الكبسة النثرية السنة الجديدة 2024 يناير. ما شاء الله كبسة السنة نثرية. ما شاء الله. شنو يحتاج لها الكبسة؟ هذه السلطة المبروكة. ما شاء الله.